السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحدى السيدات الفاضلات اتجهت إلى جهاز الصراف الآلي لتسحب لها مبلغاً من المال تحتاجه لتسديد فواتيرها، وكان المبلغ حوالي 5000 درهم. وأثناء عودتها التقت بصديقة لها أخبرتها أن هناك إنسانة فقيرة بحاجة إلى مساعدة مالية بسبب مرضها، فتذكرت مباشرة المبلغ الذي سحبته قبل قليل وهمت بإعطائه للصديقة، ولكن الشيطان أتاها في تلك اللحظة فوسوس لها بألا تتصدق بالمبلغ كله، ويكفي أن تخرج منه 500 أو 1000 درهم وبهذا ستنال أجر الصدقة دون أن ينقص رصيدها كثيرا. تقول هذه السيدة: كانت بالفعل لحظة صعبة أن أقاوم هوى النفس والتعلق بالمال والخوف من نقص الرصيد، خاصة وأنه لن يحاسبني أحد على المبلغ الذي سأخرجه كصدقة. ولكني تذكرت فجأة قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فتعوذت من الشيطان الرجيم وتشجعت وتصدقت بكل المبلغ، فشعرت حينها بسعادة كبيرة إذ استطعت أن أنتصر على نفسي وأنا على يقين بأن الله تعالى سيبارك لي في رزقي وسيحميني بفضل صدقتي. أجمل ما في الصدقة أن السعادة تدخل قلب المتصدق قبل المتصدق عليه، وفي نفس الوقت ينسى المتصدق أمر المبلغ الذي دفعه وكأنه لم يكن، لأن لذة العبادة تنسيه كل شيء. ولو سألنا من يشاهدنا الآن، ترى لو قيل لك أن إنساناً صالحاً حافظاً للقرآن الكريم ومتفرغاً طول حياته للعبادة، لا يفوت فرضاً ولا يترك قيام الليل أبداً ولا يفتر لسانه عن ذكر الله، وهذا الإنسان الصالح يدعو لك كل يوم بالبركة والرزق، ترى ماذا سيكون شعورك؟ بالتأكيد ستفرح وستستبشر بالخير الذي سيأتيك بفضل دعاء ذلك الإنسان. طيب، ما رأيك لو أن هناك من هو أفضل من ذلك الرجل الصالح؟ لو أن هناك ملكاً يدعو لك كل يوم، هل يمكن أن يحدث ذلك؟ بالتأكيد يمكن، فقد ورد في الحديث الشريف: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقاً خلفة، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكاً تلفة. فهذا الملك يدعو الله بأن يرزقك ويبارك لك في رزقك ويزيده لك. لذلك نجد أن المتصدق لا يشعر أبداً بأن ماله ينقص، فيستمر في صدقته وعطائه. بل ومن عظمة أجر الصدقة أن في الجنة باباً خاصاً يدخله المتصدقون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وقد يقول قائل: كيف لا ينقص المال؟ والإنسان إذا كان عنده مثلاً 100 درهم فتصدق بـ10 صار عنده 90. فالجواب هنا أن هذا نقص في الكم، ولكن المال يزداد في الكيف، بمعنى أنه لو صارت 100 90 درهما فالله تعالى سيبارك في هذه 90 بحيث تكفي الإنسان ليقضي فيها كل حوائجه كما لو كانت 100 درهم. بل والأكثر من ذلك، أن الله سيفتح له أبواب الرزق فيتضاعف ماله وينمو حتى يعود عليه ما قد أنفقه في سبيل الله. وهذا وعد الله تعالى للمنفقين حين قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد كان بعض السلف لما يأتيهم محتاج يطلب منهم المال كانوا يقولون له: يا مرحبا بمن ينقل أموالنا من دار إلى دار. فإذا جاءتنا لحظة التردد في إخراج الصدقة، لنسأل أنفسنا: أليس الرزق بيد الله؟ أليس إذا تصدقنا ذهبت صدقتنا لله؟ أليس الله هو الذي أعطانا هذا المال لنتصدق به؟
أليس إذا تصدقنا صارت لنا هذه الصدقة حسنات لنا يوم القيامة؟ أليس الله قد وعدنا بأنه سيضاعف ما لنا إن تصدقنا؟ فبما أن كل شيء من الله ولله، فعلام الخوف إذن من الصدقة ولماذا ندخل بها؟ قصة جميلة سمعتها من أحد الشيوخ أن رجلاً جاءه يشتكي من جيرانه، حيث يسكن هو في بيت مقسم إلى وحدات. يسكن هو في قسم وباقي الأقسام تسكن فيه أو تسكن فيها عوائل أخرى، والجميع يشترك في خزان ماء واحد. فيقول الرجل: إن عائلتي صغيرة مكونة من ولدين، بينما هم عندهم من الأبناء ما يقارب 20 ولدا، واستهلاكهم للماء كثير، وكلما نفد الماء أتيت بسيارات الماء لتملأ الخزان ثم أدفع الفاتورة من حسابي الخاص لأنها موحدة، وجيراني لا يبالون ولا يهتمون، فكيف أطلب منهم أن يسددوا الفواتير دون أن أخسرهم؟ فهنا سأله الشيخ: أأنت قادر على ملء الخزان كل مرة أو أنه فوق طاقتك؟ قال: بل أنا قادر. قال: إذن توكل على الله ولا تفاتحهم، فإن أكثر من 20 نفسا يتوضؤون ويشربون ويأكلون ويتنظفون على حسابك، فهذه نعمة ساقها الله لك، فاحمد الله تعالى، فقط غير النية. وفعلا تغير شعور الرجل وأصبح يحرص على ملء الخزان قبل أن يسبقه أحد لذلك، بل وتضاعفت ثروته أكثر من 100 مرة بفضل الله عز وجل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. حول هذه الآية سأل رجل أحد الصالحين: كيف يعدني الشيطان بالفقر؟ فرد عليه الرجل الصالح قائلا: الشيطان يجعل حياتك كلها فقرا حين يعلق قلبك بما لا تحتاج إليه، فأنت غني بما عندك، لكنك ستشعر بالفقر حين تنظر لما بين يدي الناس. كما أن الشيطان يعدك الفقر حين يصور لك بالوهم أنك إذا أنفقت ما لديك للغير فإن هذا سينقص مالك وستصبح فقيرا. فعلا مشاهدينا، يبدأ الشيطان في تذكير الإنسان بأقساط البيت وأقساط السيارة ومصاريف المدارس وقرض البنك، كل هذا حتى يخاف من نقص المال فيتوقف عن الصدقة، بل وقد يستمر معه في الوسوسة حتى يؤخر إخراج الزكاة، أو قد يغريه بجمع المال بطريق الحرام كالاختلاس أو السرقة. إذن كل وسوسة فيها منع للخير فلنعلم أنها من الشيطان. وحين نقرأ هذه الآية لا نحتاج إلى أن نتردد، فهنا وعدان: وعد من الشيطان بالفقر والفحشاء، ووعد من الله تعالى بالمغفرة والفضل. والعاقل الذكي من يختار المغفرة والفضل والنعمة والرزق منه سبحانه وتعالى. ولعل البعض قد يقنع نفسه بأن الذي أمامه شخص يكذب ويدعي الحاجة فيتوقف عن البذل والصدقة، وقد يمر عليه زمن طويل لم يخرج فيه صدقة فيحرم نفسه من الأجر. ولذلك حتى نضمن أن صدقاتنا تذهب إلى مستحقيها، هناك جمعيات كثيرة في الدولة موثوق بها يستطيع الإنسان أن يضع فيها صدقته، وهناك أسر متعففة وحالات إنسانية يعلن عنها من خلال البرامج التلفزيونية أو من خلال الصحف المحلية. فلنتصدق ونستبشر بالخير من الله تعالى، فنحن نتعامل مع الكريم المنان ذي الفضل الواسع. نحن قد نتصدق بالصدقة وننساها، لكنها عند الله مكتوبة. كل الشكر لكم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.